ومؤسسة حياة كريمة شاركت الأهالي لاحتفالات بعيد الأضحى المبارك. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير من الغربية عن أجواء احتفالات حياة كريمة مع الأطفال والأسر. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. في أجواء تسودها السعادة والفرحة، شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية المواطنين باحتفالات عيد الأضحى المبارك. وشهدت ساحة مسجد خليل بقرية محلة زياد إحدى قرى مركز ومدينة سمنود توافد المئات من المصلين الذين اصطحبوا أبنائهم للمشاركة في أداء الصلاة وسط أجواء احتفالية مميزة. والله إحنا بقالنا يومين بنجهز للتجهيزات دي، لأن العدد تخطى 30,000 النهاردة، وان شاء الله يعني كالعاده حياه كريمه معانا في كل سنه وكل فرحه وكل بهجه باذن الله. احنا جينا موجودين هنا من امبارح بالليل من بعد صلاه العشاء تقريبا علشان نجهز لتجهيزات العيد وصلاه العيد، وجايبين هدايا معانا لاطفالنا والحبايبنا كلهم. طبعا النهارده عيد الاضحى، وعيد الاضحى ده عيد الفداء وعيد الذبح وعيد التضحيه، وطبعا في فرحه لان جاي بعد الوقوف بعرفات وجاي بعد مناسك الحج، فدي شيء طيب طبعا، والفرحه دي بتعم المسلمين كلهم. مؤسسه حياه كريمه حرصت على مشاركه المواطنين في صلاه عيد الاضحى، وقامت بتوزيع الهدايا والحلوى على المصلين ولا سيما الاطفال لادخال البهجه والسرور في قلوبهم. اجواء عظيمه جدا جدا، فانا طبعا بشكر فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أهل مصر. كل عام أنتم بخير، وكل عام ومصر بخير وفي أمن وأمان، ونتمنى أن كل مصر وشعب مصر وأهل مصر وقادتها وشرطتها وكل من على أرضها يكونوا بخير، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كده نكون دايما يا رب في تقدم وازدهار. بصراحة كان النهاردة يوم جميل جدا 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 جدا، واحنا بنصلي في الخير إن شاء الله، وكل عام والأمة الإسلامية كلها بخير وسلامة وصحة. مشاركة مؤسسة حياة كريمة في تنظيم ساحة الصلاة وتوزيع الهدايا حظى بإعجاب وثناء مئات المواطنين الذين أدوا صلاة العيد في ساحة مسجد خليل.